ورجالنا ها هو الباطو اللي غادي نسهروا فيه. انا نوريكم السهره كيفاش دايره من الداخل، فيها الماكله يعني تتبدا من هذيك 7:30 حتى 12 ديال الليل تيبقى فيك وسط البوسفور، يعني كيبقى يدور فيها انيماسيون، فيها حفله، فيها الماكله، فيها كلشي. المهم انا نوريكم كيفاش غادي تكون الاجواء تما. وبالنسبه للسهره خصك تفهم على راسك، فهمتيني، راه يقول لك الثمن خصك ديما تشطر. المهم حنا دابا طيحنا 25 اللي راه فيها ترونسبور الي من لوطيل للباطو ومن الباطو للوطيل.
تيجي فيها باش يشافك في البلوكه الاخر. ايوا هانتوما بالنسبة لهذا واحد الألبوم فيه تصاور تيديروا لكم واحد جوج تصاور بحال هكا ملي تبقى تصور تخرجوا لك زوينين تيقول لك الثمن 800 ليرة بحال هكاك ولكن شنو نقول لك راه غالية شوية ما تاخذهاش ما تاخذهاش ولكن مين يبغي يسالي تسالي السهرة وغادي يحبس الباطو غادي يحبس الباطو غادي يجي يعطيها لك بنص الثمن فهمتيني يعني اش بقى عنده اش بقى عنده اللهم ديروا لهم هذا القالب هذا انا قلتها لكم باش ما يضربوكمش بواحد الثمن غالي خليه حتى يحبس نقول له خويا ما بغيتهاش خليه حتى يحبس الباطو وغادي يعطيها لك بثمن مخير دي جي ديالنا او الدي جي شكرا تشكرا الله يحفظك المهم سهره زوينه بزاف اللي بغى يجي ليها راه هو وريتكم النمره التسميه ديال الباطو
صراحة والله إلا واعرة. منين نهار جيت لتركيا هي أحسن سهرة، راه ما عطيني لا بيبليسيتي لا والو، ولكن أحسن سهرة والله العظيم. والله إلا ما عطيني لا بيبليسيتي لا ريال لا والو، ولكن أحسن سهرة باش ما تقولبوش مشيو شي باطو واحد آخر. المهم هذا الباطو خطير. بوروار ميرسي ميرسي فيف لا ماروك. الله يحفظك العز، الله يحفظك. هانتوما راه كاين بزاف ديال الباطوات، والصراحه الصراحه منين جيت حطيت رجلي في تركيا اول سهره تكون واعره واعره وبزاف ومحترمه وعائلات والنشاط، يعني تكون اتيتيك بروفيك بزاف. هاد الباطو ها هو السميه ديالو، الا بغيتو تسهروا فيه بثمن مناسب، وها هو مولا غيعرض عليكم اسيدي حبيبي. مرحبا، قول لهم مرحبا بكم. مرحبا بكم على الباطو، تفضلوا. اهلا وسهلا. الله يحفظك، اهل المغرب والعالم كامل. اهلا وسهلا جميعا. مرحبا بكم اسيدي. المهم غدا عندنا الطياره، ومن هذا المنبر كنقول لكم السلامه عليكم، وكنبغيكم بزاف، وكنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم ويعجبكم كاع الفلوقات ديالي ان شاء الله. غادي نوعدكم فلوقات اخرين شي حاجه جديده وشي حاجه ناضعه. راه حنا كنديروها بالتليفون دابا، ما خرناش تبارطاجيو الفيديو وديروا التفاعل، شويه ديال التفاعل. راه ما كندخلوا حتى ريال والله اسيدي، ما كندخلوا حتى ريال. بغينا ندخلوا فلوس نشريو شي جو برو ونطلعوا للبرازيل ونديروا شي لعيبات، راه والله الا كنخسروا شي من عندنا وحق الله. كنضحك معكم وكنتمنى يكون عجبكم الفلوق كاملين، وغادي ندير واحد الفيديو ملخص باش نوريكم القوالب كاملين. يلا شو السلام عليكم، هادشي اللي كاين والله الا السلام عليكم.